وقال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا واضح في تساوي الرجل والمرأة من حيث الأهمية الدينية والثواب الأخروي كما قلنا في الجمعة السابقة، ولكن نريد أن نضيف الآن بعض الأوصاف التي تكون بها المرأة مصداقا وتطبيقا لهذه الصفات المذكورة في الآية.